عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نروح على طول للعناوين ومنها الى التفاصيل. الاهلي ومهاجم الاهلي الجديد في يناير، صياح الغندور على الهواء، عفة نصار للبيب، استرجل فضيحة ضد الاهلي واعتراف الزمالك، زيزو اغلى لاعب في مصر. نروح على طول لاول فقرة معانا وهي فقرة عامر حسين. عامر حسين من غير حج، عامر حسين من غير حج طلع وانبرى على الهواء مباشرة للدفاع عن منتخب المجاملات، منتخب أبناء العاملين واللي بيقوده كابتن وائل رياض شيتوس، منتخب الشباب، منتخب مصر اللي حقق هزائم كارثية وهزيمة كارثية وفضيحة جديدة للكرة المصرية بخسارة أمام منتخب تونس برباعية. عامر حسين طالع يدافع عن منتخب المجاملات، قال لك مفيش مجاملات. مين اللي قال لكم في مجاملات؟ مين ابن التيت اللي قال لكم في مجاملات يا جماعة؟ هو بس الفكرة ان ما كانش في وقت كافي ان الكابتن وائل رياض يختار اللعيبة ولا يجهز اللعيبة ولا يكتشف العناصر اللي تقدر تنضم للمنتخب. مفيش مجاملات. ايه المجاملات؟ هو عشان اختار ابني يبقى مجاملات؟ لا طبعا طبعا. هو عشان اختار ابن حفيد فريد الديب المحامي الشهير يبقى مجاملات؟ هو عشان خد اتنين اصحاب ابني معاه في المنتخب يونسوه يبقى مجاملات؟ مجاملات يا جماعة، منتخب مفيهوش مجاملات. كابتن وائل رياض ده يعني راجل طيب قوي 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 بيسمع الكلام، لكن مجاملات حد الله ما بيننا وما بين المجاملات. مجاملات مين؟ هو عشان خد ابني يفسح شوية ويدير رحلة مع تونس ويروح الجزائر ويروح ليبيا ويتفسح مع الولاد، شاب يا جماعة في ايه؟ خلاص ما انا هيبقى اديت لمصر، خدنا ايه من مصر؟ ما خدناش حاجة، فأدي ابني بقى. فيا جماعة مفيش مجاملات ولا منتخب مجاملات ولا أي حاجة. والحاج عامر حسين عمره ما يكذب أبدا. عمر الحاج عامر عمره ما يكذب. حاج هيكذب ازاي؟ لا، الحاج عامر عمره ما يكذب يا جماعة، وده مش منتخب مجاملات ولا حاجة، ده منتخب مصر. بس المشكلة إن كان كابتن وائل رياض ما عندوش وقت، فاتحاد الكورة قال له خد أدي الأسامي اللي أنت هتلعب بيها، ولادنا ولاد حبايبنا وحبايب حبايبنا وحبايب حبايب حبايبنا وأصحاب حبايب حبايبنا، فخدهم يا كابتن معاك ولبسهم تيشيرتات منتخب مصر وهنقول عليهم هو ده منتخب مصر، وروح العب بيهم يا كابتن، خلي العيال تتفسح، خلي العيال تنبسط. نادي الزمالك، كابتن اسماعيل يوسف تيجانا الكرة المصرية، قال لك وفيها ايه يعني؟ ايه يعني اما زيزو ياخد 35 مليون في السنة؟ فيها ايه يعني؟ كفرنا؟ مفيهاش حاجة. زيزو أكتر لاعب بيدي للزمالك. يا ريت يكون في اتنين تلاتة زي زيزو ياخدوا 35 مليون جنيه، فيها ايه يعني؟ زيزو بيلعب بروح وحماس وجرينتا، لاعب كان جاي له عقد ب 9 مليون دولار ورفضه. فما فيهاش حاجه لما ياخد 35 مليون، فيها ايه؟ لا ما فيهاش حاجه كابتن اسماعيل. ما فيهاش حاجه لما نادي يفضل يشحت طول العمر واللعيبه عنده جوه بياخدوا بال 35 ولا 40 مليون في السنه، ما فيهاش حاجه خالص. ما فيهاش حاجه لما نادي يطلع يدعي المظلوميه طول حياته ويقول لك احنا ليه ما بناخدش زي الاهلي؟ وتيجي تلاقيه بيدي للعيبه بتاعته ثلاث اضعاف اللي بياخده لعيبه النادي الاهلي. والناس تيجي تقول لك هو الاهلي ليه ما بيشحتش؟ الاهلي ليه ما بيقولش لله يا محسنين؟ وليه الزمالك على طول مدعي الفقر؟ لا، الزمالك مش مدعي الفقر. هو الزمالك عنده سوء انفاق. سوء انفاق. الزمالك هو اغنى نادي في مصر، انا اهلاوي وبقولها لك. الزمالك يمتلك محلات تخليه اغنى من بيراميدز نفسه. أغنى نادي في مصر هو نادي الزمالك، لكن المشكلة يا جماعة أنت بتصرف الفلوس في إيه؟ ما هو أنت ممكن يكون في إيدك واحد في إيده مليون جنيه وواحد في إيده 100 مليون جنيه، بس أبو 100 مليون جنيه دوت بيجي على آخر الشهر بيشحت. بيشحت. لكن أبو مليون جنيه بيعرف يدبر أموره، بيعرف يدبر مصادر الإنفاق بتاعته أو مصارف الإنفاق بتاعته. حاجة غريبة جدا. وطالع بتتباهى قوي إن زيزو بياخد
ما انا عندي لعيبه بتجيب بطولات في النادي الاهلي وشغاله وبتقول بابا وماما وبتجيب بطولات كل سنه، ما بتاخدش الرقم ده يا كابتن. انا عندي اعلى لاعب في النادي الاهلي مصر بياخد 15 مليون جنيه، زيزو اللي ما عملش حاجه في تاريخه غير انه بيعرف يشوط ضربات جزاء بتدي له 35، على ايه؟ كانت بنت عليه الفراخ البنيه، على ايه؟ ماذا اضاف زيزو لنادي الزمالك خلال فتره تواجده؟ بيعرف يشوط ضربات جزاء بس. بس فمحدش بقى يطلع يقول لك زيزو احسن لعيب وزيزو بيضحي، بيضحي ايه؟ امال بقى على كده الشناوي ده انا اعمل له تمثال يا جماعه. الشناوي اللي اتعرض عليه ثلاث اضعاف المرتب بتاعه في النادي الاهلي ومرضيش وفضل زي ما هو في المرتب بتاعه 15 مليون جنيه عشان زيزو يجي له عرض وهمي، وهمي، وتيجي تزوده 35 مليون جنيه. طبعا دلوقتي الاعلام كله بينبري ويتنافس من اجل الدفاع عن الزمالك. سيف زاهر هو اكبر المدافعين. بالمناسبه يا جماعه سيف زاهر بعد ما اتحسب علينا اعلامي كان في استفتاء مش عارف بتاع وشوشه ولا وسوسه ولا نونوه، قال لك سيف زاهر احسن اعلامي في مصر. مش مشكله، الراجل بيدافع ليل نهار عن نادي الزمالك، الراجل بيطلع يقول لك نمسك المسطره من النص، الراجل بيطلع يقول لك بص في ورقتك، هو ده الاعلام بالنسبه لي المواقع. قال لك الزمالك مش عايز يجدد لصبحي. بجد؟ والله عيني في عينك ان الزمالك مش عايز يجدد لصبحي؟ لا، الزمالك عايز يجدد لصبحي بس بيبخس حق صبحي، بس اللي هو بلو دراعه عشان يجدد بالرقم اللي انا عايزه. قال لك صبحي لحد دلوقتي ما عندوش اي عروض غير بيراميدز. الزمالك ضم اتنين حراس جداد، ضمهم ازاي؟ فروم وير. ازاي؟ اديني عقلك اهو، ده محسوب علينا اعلامي. ازاي؟ ازاي وقع مع اتنين حراس مرمى؟ واخد بالك؟ والزمالك موقوف من القيد. طب ازيدك من الشعر بيت، الزمالك مش هيرفع القيد. هيدومهم ازاي بقى يا فلتة عصرك ويا احسن اعلامي في مصر؟ يا احسن اعلامي في مصر قولي. قولي بقى هيدومهم ازاي؟ هو مجرد واحد بيطلع يدي مسكنات. اديني الحقنة بسرعة أرجوك، محتاجة الجرعة. هو بيطلع يسكن جمهور الزمالك. قبل كده برضو قال لهم الزمالك وقع مع ثلاث لعيبة أجانب، ثلاث لعيبة أجانب على الفرازة. يا ابني القيد موقوف. لا أنت بتعرف أكتر مني، أنا سيف، أنا سيف وسيف، أنا أحسن إعلام في مصر. بص في ورقتك بقى، بص في ورقتك. الزمالك خلص مع ثلاث أجانب، الزمالك خلص مع اتنين حراس مرمى. طب يا ابني الباب مقفول، مالكش دعوه بقى، هندخلهم من تحت عقب الباب. خلاص خلاص بقى، بطل بص في ورقتك. ماشي. عايز اقول كابتن عفت نصار في رساله قويه جدا لاداره نادي الزمالك في موضوع عرض فتوح للبيع. عفت نصار لاداره الزمالك قال لهم خليكم رجاله، بمعنى انت عرضت احمد فتوح للبيع، اوعى ترجع في كلمتك، اوعى تجيب ورا، اوعى ترجع بظهرك، عشان هنبقى مسخره قدام الناس كلها. اي نادي عايز يجي ياخد احمد فتوح، بيع احمد فتوح باي مبلغ عشان تحط قاعده للمبادئ للسنين اللي جايه. لاعب يروح الاتفاق، يروح الاهلي، يروح اي نادي، اوعى ترجع في كلامك يا لبيب، استرجل، ما تقولش كلمه وترجع تمسحها. انت قلت هتبيع فتوح يبقى تبيع فتوح، ما تطلعش بقى تقول لي اصل هو اعتذر، اصل الواد جه قال لي انت بابا وماما ونينا وتيتا وجد وانكل. الافلام الهند الرخيصه دي مش عايزين نشوفها والنبي، بالله عليكم. شفناها كتير قبل كده، شفناها كتير قبل كده. كان بيطلع يتقال فتوح بتاع نسوان وبتاع مخدرات وخامورجي وي وي وي، وجمهور الزمالك يردد نفس الكلام، يطلع فتوح يعتذر، فتوح زي احمد وامير قولا واحدا.
فمش عايزين حسين لبيب يطلع لنا المره الجايه يقول لك فتوح زي احمد وامير. بالله عليكم. عايز اقول خالد الغندور اختفت شمسه. خالد الغندور اختفت شمسه. خالد الغندور مش لاقي قناه تشغله. وقلتها لكم قبل كده. خالد الغندور مش اعلامي. وهاني حتحط نفسه اللي خالد الغندور عامل معاه مداخله وهقول لك عليها دلوقتي، هو نفسه قال لك خالد الغندور يفتقد لابجديات الاعلام والمهنيه الاعلاميه. مفيش قناه عايزه تشغل خالد الغندور. ليه يا جماعه؟ لان زي ما بقول لك خالد الغندور لا يقدم ماده اعلاميه، خالد الغندور يقدم اثاره فقط. هو شغلته كده. امدح وادافع عن ولي نعمتي واللي بيدفع لي ايا كان بقى مرتضى لبيب حسين عز الدين نتكلم بقى عن المجاملات والمؤامرات وجو المظلوميه بس. لكن اعلام بوجهه نظري قد اكون مخطئ، لكن انتوا عارفين وجهات نظري غالبا بتبقى صحيحه. خالد الغندور عمل مداخله مع هاني حتحوتي اللي قال عليه قبل كده انه لا يصلح ان يكون اعلام. قال لك فتوح مش هيلعب في مصر الا للنادي الاهلي. قال لك مستوى محمد صبحي السيء ده بسبب عدم انضباطه بره الملعب. الكره بتمر بين رجليه ما بين قربي وخوفي عليك، ارجوك يا صبحي اقفل رجليك. وبيسقط في توقيت خاطئ لانه لا يركز في الملعب. محمد صلاح وصل لمكانته بعقليته مش بموهبته. ولاعيبه كتير وصلت بعقليتها لكن صبحي بيفكر بره الملعب. عايز يقول يعني بيفكر في السهر والنسوان وهلم جره. قال لك الزمالك اوقف ثلاث لاعبين شهر، معنى ذلك انه لن يلعب مباراتين او ثلاثه مع الفريق. هل بعدها المدير الفني هيتقبلوا عودته؟ من حق المدير الفني انه يشرك اللاعب اذا جاله عرض في يناير، وارد انه يرحل، لكن هل عرض البيع مازال ساريا؟ فتوح لا يمكن ان يجدد مع الزمالك ولن يلعب في مصر الا للنادي الاهلي. فتوح عقده هينتهي بنهايه الموسم، واللاعب عايز عقد ثلاث سنين من ضمنهم 160 مليون جنيه في سنتين. اللاعب عايز 80 مليون في السنه، وده كتير في نادي الزمالك، والزمالك مش هيقدر على الرقم ده. والاهلي النادي الوحيد هو اللي بيفاوض احمد فتوح، والنادي الوحيد اللي ممكن ينتقل الى احمد فتوح هو النادي الاهلي. عايز اقول حاجه مهمه جدا بعيدا بقى عن احمد فتوح يجي او ما يجيش. قلت لكم قبل كده ان الاهلي موضوع المهاجم الاجنبي مارسيل كولر قفله ضبه ومفتاح في يناير على الاقل، ومدي مهله للنادي الاهلي لنهايه الموسم ان هم يدوروا على مهاجم قوي او يخلصوا مهاجم قوي، والاغلب هو محمد كوناتي بتاع بوركينا، واللي هيلعب قدام منتخب مصر بالمناسبه في منافسات كاس العالم، تصفيات كاس العالم. النادي الاهلي شغال دلوقتي من نار، وقلت لك من فتره وذكرني في الكومنتات لو انا ناسي، ان الكابتن محمود الخطيب اعطى الضوء الاخضر للمهندس عدلي القيعي لضم احمد امين اوفا مهاجم نادي انبي. اوفا مش رقم واحد بالنسبه لكولر، لكنه رقم اتنين. رقم واحد هو مروان حمدي مهاجم المصري، واستحاله الاهلي يضم لاعب من نادي المصري. اللاعب اتفق مع عدل القيع على كل شيء، ووكيله اتفق مع عدل القيع على كل شيء، المهندس عدل القيع. وهناك مفاوضات الان جاريه على قدم وساق مع نادي انبي من اجل ضم اللاعب. المهندس عدل القيعي لديه علاقات طيبه جدا في الاداره البتروليه، وباذنك يا رب يبقى اوفا في النادي الاهلي في شهر يناير. مهاجم مميز جدا، ظهر بشكل جيد جدا الموسم ده والموسم اللي فات بالمناسبه. المدرب بتاعه كابتن تامر مصطفى قال انه مش هيقف في سكه اللاعب لو جاله عرض جيد من النادي الاهلي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.